من أول ما بتدخل مركز مصر للمعارض الدولية علشان تزور معرض الكتاب، هتحتار بين كم الأنشطة والفعاليات المختلفة اللي جوه وبره القاعات. بس أول ما بتوصل بلازا واحد وتلاقي مكان تابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، لازم هتقف. طبيعي لما يكون أسعار الكتب المعروضة من جنيه لعشرين جنيه، ودي مبادرة من 1 لـ20 أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب لزوار المعرض في نسخته 55. المبادرة من جنيه لـ20 دي بتسهل ان الواحد يعني بتتيح لي الفرصة ان هو يقرا كتب زي دي قيمة، وبالاسعار دي اصلا الاسعار دي ما عادش موجودة. يعني المبادرة كويسة جدا، وطبعا هي فيها امهات الكتب وفيها موسوعات، بس هي طبعا عايزة جهد في التدوير. انا اشتريت موسوعات واشتريت مجموعات كبيرة بفلوس بسيطة جدا. يعني الحقيقة المبادرة دي كويسة جدا لانها بتطرح مجموعة من الاصدارات امهات الكتب بفلوس قليلة جدا 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 في متناول الناس كلها، بس احنا الحقيقة عايزين يكبروا المساحة عشان يدوا فرصة للناس انهم يشوفوا اكتر ويشتروا اكتر ويقروا اكتر. معرض القاهرة الدولي للكتاب هو من اكبر المعارض على مستوى الشرق الاوسط، وده بيكون السبب في حرص مختلف الدول العربية على المشاركة في المعرض سنويا. مشاركة السلطنة في معرض القاهرة يعني ليست بالحديثة، وانما هي منذ نشأة المعارض الدولية في القاهرة. حقيقة الأخوة في إدارة المعرض، معرض القاهرة، والقائمين على المعرض يقومون بتسهيل وتذليل كل الصعوبات والتحديات، وهنالك تواصل مباشر بين الأخوة في مصر وبين المعنيين في سلطنة عمان لعملية تخليص الإجراءات. وحقيقة كل الشكر لإدارة المعرض وللقائمين على تخليص الإجراءات، وأيضا لإنجاح هذا المعرض واللي اليوم نراه بمثل ما يراه المشاهد أو الزائر بهذا الحجم الرائع وبهذا المستوى الجميل. دي واحدة من العروض اللي ممكن تلاقيها وانت بتتحرك بين القاعات المختلفة، استعراضات وعروض فنية بتناسب مختلف الفئات العمرية، كرنفال ثقافي بنكهة فنية مختلفة في نسخة مميزة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نسخة مختلفة واستثنائية تمت ترجمتها في كم الأعداد اللي بتزور المعرض يومياً، مش بس من مصر ولكن من مختلف الجنسيات، ليبقى اسم معرض القاهرة الدولي للكتاب علامة فارقة في الثقافة المصرية والعربية. علا حجازي، 10 TV.